بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. نرحب بكم في ثالث الليالي المهدوية، ابتدأناها بقراءة المولد في ليلة المولد والأعمال العبادية التي سبقت المولد الشريف، ثم كان بالأمس أو البارحة الاحتفال، وهذه الليلة وليلة غد إن شاء الله سيكون الزاد الفكري. نتناول فيه مجموعة من المواضيع التي تهم المناسبة وتهمنا بالدرجة الأولى. في هذه الليلة نستضيف سماحة الشيخ محمد الخرسي ليطلعنا على عنوان عريض نرجو أن يعم الفائدة لمدة نصف ساعة، يتناول الدعوة المهدوية في زمن الغيبة، وبعدها إن شاء الله لمدة ربع ساعة سيكون المجال مفتوح للأخوة الكرام لطرح استفساراتهم حول هذا العنوان أو العناوين التي تحبوا أن تطلعوا عليها في موضوع الدعوة المهدوية. نستقبل سماحة الشيخ بهذا العنوان العريض الجميل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. ثالثة لتعجيل الفرج. اللهم السلام عليك يا بقية الله في الأراضين، السلام عليك يا حجة الله على الخلق أجمعين، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك وعلى آبائك وأجدادك الطاهرين، السلام عليكم جميعا أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. في وقت يخيم على مناخه الظلم والاضطهاد، وفي محيطه يستقطبه الخوف والرعب، وبين ذاك وذا والليل في دجاه والظلام في غسقه، إذ شع نور المهدي من نور نبينا محمد. فشع نور مولانا المهدي على هذه الأرض البسيطة، متلقيا للأرض بمساجده السبعة، مشعرا بأن لا سجود ولا خضوع إلا لله. وسقط من بطن أمه جاثيا على ركبتيه، رافعا سبابته إلى السماء، مشعرا بأن لا حكم إلا لله. وكان مكتوبا، وتناولته السيدة حكيمة عمة أبيه بنت الإمام الجواد، وناولته لأبيه العسكري، وكان مكتوبا على عضده: بالنور جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومولانا الحج عجل الله تعالى له الفرج كان في غيبتين، يعني كان يوم يستشهد الإمام العسكري سلام الله عليه كان عمره 5 سنين وصلى عليه وكان صغيرا، ولكن هؤلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام 5 سنينهم عن 25 سنة من الآخر 30 سنة زين، وغاب مولانا الحجة غيبتين. وهناك روايات كثيرة تعتبر من الروايات الغيبية، يعني مثلا عن مولانا الصادق سلام الله عليه يقول لقائمكم غيبتان، فصار الرواية غيبية، يعني جاي الإمام الصادق يعبر عن أمر سيحدث في المستقبل. للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فأما القصيرة فيعلم بمكانه خاصة من شيعته، وأما الأخرى فلا يعلم بمكانه أحد من مواليه ولا من غيرهم. فالغيبة الصغرى ابتدأت الغيبة الصغرى من 260 هجرية واستدامت 61 سنة غيبة الصغرى. ثم ابتدأت الغيبة شنو؟ الكبرى. ففي الغيبة الكبرى انتهاء علي ابن محمد السمري له آخر النواب، قال خلاص بعد هذه يا لا توصي إلى أحد بعدك، انتهت، لا توصي إلى أحد بعدك بالنيابة، ومن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتر، ومن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر. هاي التوقيع الذي خرج عن مولانا الحج عجل الله تعالى له الفرج. هذه إذن كل أحد يدعي أنه نائب عن الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج في زمان الغيبة فهو كذاب مفتر بمقتضى هذا التوقيع. هناك دعوة أكبر من هذه الدعوة وفتن تظهر إلينا في الغيبة الكبرى، وحدث بعضها ويحدث بعضها معاصرا لنا ويحدث إلى النهاية، فتن دائما موجودة هذه الفتن. هناك دعوة فوق المهدوية، وهو دعوة، أولا عنوان المهدوية يا إخوان، عنوان المهدوية قد يطلق على من يدعي أنه الإمام المهدي، هذا عنوان، يعني دعوة المهدوية زين، دعوة المهدوية قد تطلق على من يدعي أنه المهدي، واضح، وحدث للبعض وادعى أنه هو المهدي زين، وبين كذبه وافتراءه. وقد تكون المهدوية بمعنى دعوى أنه المهدي بعد مهدينا، أي مهدوية أيضا مهدي. يعني دعوى المهدوية لا تنحصر في من يدعي أنه المهدي،
حتى من يدعي أنه بعد المهدي من المهديين. هي دعوة للمهدوي أيضا، وسنتحدث عن هذه الدعوة، مو عن دعوة المهدوي، لأن تلك دعوة المهدوية، ومن ادعى فلان بن فلان أنه المهدي بن الحسن وقتل وكذا، هذه قصص وحكايات وأحداث قد مضت وانتهت. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. ولكن سنتحدث عن المهدوية بالمعنى الثاني، وهو شنو؟ المهدوية التي تكون بعد المهدي، إشارة إلى ما روي عن ما رواه الشيخ الصدوق لعله في كتاب المعاني أو في بعض كتبه غير كتاب المعاني، قال روي عن النبي محمد أنه قال يكون في هذه الأمة بعدي 12 هاديا مهديا، ثم يكون من بعدهم 12 مهديا أولهم أحمد. إذن من يدعي أنه هو أحمد، اللي هو تشير إليه الرواية، سيكون من يدعي المهدوية أيضا. الرواية تقول 12 مهدية أولهم أحمد، فلذلك نقدر نطلق كلمة المهدوية على دعوة أحمد بن الحسن اليماني، تسمى مهدوية بعد أيضا. الرواية تقول مهدي له، تسمونه مهدي. هذه الدعوة يا مولانا دعوة أحمد ابن الحسن اليماني، يكون في البصرة، وهو يدعي الإمامة الثالث عشر من الأئمة هو أحمد ابن الحسن اليماني. هذه الدعوة شنو مفادها؟ هذه الدعوة دعوة خطيرة. شلون خطارتها؟ يعني معنى أنهم يا جماعة لا توجد مرجعية، لا توجد لا توجد رئاسة إلا له، والجميع نواب عنه. شلون دعوة خطيرة؟ شنو مفاد هذه الدعوة؟ يدعي أنه الإمام الثالث عشر، لا الإمام الثالث عشر، مو دعوة أنه يدعي أنه وكيل عن الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج، أو نائب عن الإمام الحجة، هي دعوة أخرى، هي فرقنا. هذا يدعي الإمامة الثالث عشر. يا بكم إمام عندكم أنتون؟ قالوا عندنا 24 إمام. 24 إمام. شلون عندكم 24 إمام؟ قالوا استنادا إلى هذه الرواية، روية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ الصدوق يرويها بلفظ روية، يعني مو معلوم من هو راويها، سند ضعيف جدا. روية يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 هاديا مهديا، ومن بعد ثم من بعدهم 12 مهديا أولهم أحمد. وهذا شنو اسمه؟ أحمد. فهذا هو الثالث عشر. بعد ينتظرون كم؟ ينتظرون 11 إمام بعد، لأنهم 24 إمام اسمه. وجلست مع بعضهم وقلت له كم إمام عندك؟ قال عندي 24 إمام. أنا شلون انت 12 الان صرت الحين 24 امام عندك؟
أولهم أحمد اللي هو الثالث عشر. ثم يستدلون هاي رواية واستدلوا بالصلوات على الحج عجل الله تعالى له الفرج الواردة في جمال الأسبوع لابن طاووس. تراجعون الصلوات كيف يصلي على الحجة: اللهم صل عليه وعلى ذريته والأئمة من بعده. من هم دلين أئمة من بعده؟ أئمة من بعدك هاي في الصلوات موجودة. كيف نصلي على الحجة؟ عدة يعني عدة روايات شلون تصلي على الحجة والأئمة من بعده. هاي الثانية. أما بالنسبة إلى الأولى بعد هو جاب مسائل أخرى أنه رأيته في الرؤيا وأنه مختوم عليه ختم النبوة. شلون يا بختم النبوة هذه؟ قال ختم النبوة الشامة في الكتف الأيسر. كتف الأيسر في شامة. كيف أنت شفت الشامة؟ رأيته في الرؤيا يقول أن شامة في كتفه الأيسر. وهذه علامة شنو؟ الأوصية. الله العالم هاي يقولها علامة الأوصياء لهم شامة في الكتف الأيسر. هاي ثلاثة زين. وكيف عرفت أن هذا أحمد هو المنطبق عليه هذه الروايات هذا؟ فقال هذا لا يعرف أبوه، لا يعرف أبوه، بس أمه معروفة فلانة، وكانت جالسة في خيمة فمر عليها فارس وقال السلام عليك يا بني يا أحمد، ثم اختفى. من هدى؟ هذا صاحب الزمان ينادي يا بني أحمد. إذن هذا اللي يشار إليه في الرواية أولهم أحمد. صار معلوم لنا؟ سلم عليه السلام عليك يا بني يا أحمد. ايه هذا يقول له ما يعرف أبوه له، فاتضح أنه أبوه من ذرية الإمام الحجة، من ذرية الإمام الحجة. هذه خلاصة يعني الأدلة اللي استدل بها على إمامة أحمد. أما بالنسبة إلى الدليل الأول، دليل الأول لما نجي إلى الرواية يا جماعة، الرواية ضعيفة السند، روية من هو راويها؟ هو ثقة، هو ضعيف، ما نعرف راويها مو موجود، أصلا راويها مو موجود، مو معلوم من هو راويها، فلان الكذاب، فلان كذا، فلان ها؟ مو معلوم. الرواية شنو تصير قيمتها العلمية؟ ما لها قيمة. شنو يعني ما لها قيمة؟ ضعيفة جدا يعني. يعني ما لها قيمة جدا. هذه من جهة. هذه الرواية لا يمكن أن تعارض الروايات الأخرى الواردة في انحصار الأئمة في 12 إماما. إذا أنت تقول، أنت تقول من خط الإمامية، وحتى أهل السنة أيضا يروون روايات 12 إماما. لو أردت أن تعرف كم مقدار الروايات، كثيرة جدا، أن عددهم 12 إماما. هاي الرواج ايش سوي بها؟ أقرأ لك بعضها، موجودة في كتاب الغيبة للنعماني، واحد مصدر،
المصدر الثاني في كتاب غيبة، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الغيبة في كتاب النعماني سابق على الشيخ الطوسي طبقة واحدة، سابق على الشيخ الطوسي طبقة واحدة أو طبقتين أو طبقة واحدة، يعني أقدم منه. وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي هم ذاكر روايات 12 إماما، وهذه روايات أكثرها صحيحة ومعتبرة، وتورث لكثرتها وصحتها واعتبارها تورث العلم بأن الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله 12 إماما. نحن عندنا في الروايات مذكورة أسماؤهم فلان وفلان وفلان، ولكن أنا أقرأ لك بعض الروايات قبل الروايات. شيخنا داخل مداخلة على أساس بعد أن يعني نصف الوقت مضى من المحاضرة. الدعوة خطيرة التي نتناولها هذه الليلة ليست اعتيادية كاعتيادية المواضيع التي يتم طرحها في الليالي المهدوية. نتناول دعوة المهدوية التي ادعى بها شخص من العراق في هذا الزمن هذه الأيام، اسمه أحمد بن الحسن اليماني. هذه الدعوة انتشرت كثيرا في العراق، بعض ذيولها هدمت إلى البحرين في أساس الواقع مع الأسف، ولذلك يتم تفنيد كثير من الادعاءات التي تم طرحها في هذه الدعوة. تفضل سماحة الشيخ. الرواية الأولى يرويها محمد بن همام من الثقات المعتمدين، إلى أن يقول في السند قال حدثنا جدي، يعني الرواية يجيب سندها، قال سألت أبي عيسى بن موسى وكان رجلا مهيبا فقلت له من أدركت من التابعين؟ فقال ما أدري ما تقول لي، ولكني كنت بالكوفة فسمعت شيخا في جامعها يتحدث عن عبد خير، قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي الأئمة الراشدون المهتدون المعصومون من ولدك 11 إماما. 11 إمام مع أمير المؤمنين كم يصير؟ 12 إمام. وأنت أولهم يا علي، أو آخرهم اسمه اسمي، يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يأتيه الرجل والمال كدس فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ. هذه رواية. وأيضا في صحيحة أبي بصير سند كل معتبر يرويها الشيخ الكليني في أصول الكافي إلى أبي بصير بن سند صحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يكون 9 أئمة بعد الحسين بن علي تاسعهم قائمهم. وتعدد الأئمة أمير المؤمنين الحسن والحسين ويكون بعد الحسين 9 زائد 3 كم يصير؟ 12 تاسعهم قائمهم. هاي روايات كثيرة يعني بلغت حد التواتر المعنوي. في رواية أخرى رواية معتبرة علي بن أبي حمزة البطائني، هاي البطائني هذا البطائني له حالتان، يعني كان مستقيما وبعدين انحرف، يعني كان مستقيما زين كان مستقيما وبعدين وقف على موسى بن جعفر سلام الله عليه، لأنه كان وكيل موسى بن جعفر، فكان مستقيما رجل وراء تقوى كذا، وصار عنده فلوس واجد، شوي الفلوس غرته فانحرف عن الإمام الرضا
وقال المهدي هو موسى بن جعفر، فصار الوقف دعوة الوقف على موسى بن جعفر سلام الله عليه. هني بدأ انحرف. لما انحرف الشيعة تركت الرواية شنو عنه. هاي يدل على أنه لما تجد شخص كبير يروي عنه زين، تعرف أن هذا الراوي إنما روى عنه في حال شنو استقامته، لأن الناس هجروه بعد انحرافه ودعوته الوقف على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. قال كنت مع أبي بصير، لأنه كان قائد أبي بصير، يعني أبو بصير كان ضرير فكان هو قائد ماله، ومعنا مولا لأبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول منا 12 محدثا السابع من ولد القائم. فقام إليه أبو بصير، إحنا أبو بصير منتهى جاب الكلام، قام لأبو بصير فقال أشهد أني سمعت أبا جعفر له الإمام الباقر عليه السلام يقوله منذ 40 سنة. هاي الكلام اللي تقول أنت أنا سامعنا من عند الإمام الباقر، والروايات كثيرة. هاي روايات يعني تقريبا تصل هذه الروايات إلى حد التواتر المعنوي. نجي إلى بعد، ما أريد أن أطول عليكم، نجي إلى روايات العامة. من بعد من نجيب رواية واحدة نجي إلى روايات العامة، وهي روايات كثيرة أيضا. قال في الرواية سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. قال 24 أو قال 12؟ قال 12. قال فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا له ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الحرج، يعني بعد الإمام 12 يكون شنو؟ الحرج. وفي رواية أخرى أيضا عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخطب في الناس فقال يكون بعدي 12 خليفة، ثم تكلم بشيء لم أفهمه، لأن صارت ضجة لما قال 12 خليفة يكون بعدي، صارت ضجة، صار لغط، صار قاموا يتكلمون يا بعضهم بعض، فخفض رسول الله صلى الله عليه وآله صوته، قال بصوت رقيق فقال لم أفهمه، تكلم بالشيء ما فهمته، يعني ما سمعته زين شوية. فقال بعضهم سألت القوم فقالوا قال كلهم من قريش. صارت ضجة بني يعرفون منه الخليفة، وصارت فوضى، كلهم من قريش. هذه روايات كثيرة. نعم بالرواية قريش كثير من خصوصا للسنة المستشيعين عندهم كتب ما يقرونها، لأنه يقول لك قريش 23 وطن، 23 وطن قريش، فأكثرهم يقولون كثير منهم هذه السنة المستشيعين بدل قريش إن رسول الله قال من بني هاشم. ما شفتنا رواية من بها، يمكن يكون كثير موجود. موجودة واجد، يمكن موجود، بس في روايات من قريش. قريش لأن قريش إذا جبتها قريش إذا جابوها وحطوا عليها قريش تتفرع قريش كثير. لا لا أحمد جاوب عليها، عندي جواب عليها. بس هاي الرواية الأخيرة، هي روايات كثيرة بس أنا بجيب هذه آخر رواية. كنت عندي عن مسروق قال كنت عند ابن مسعود فقال له رجل أحدثكم أو أحدثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء، حدثكم لما حدثكم؟
فقال نعم، وما سألني عنها أحد قبلك، فإنك لأحدث القوم سنا. سمعته يعني أصغرهم، سمعته عليه السلام قال يقول يكون بعدي عدة نقباء موسى عليه السلام. ونقباء موسى كم؟ 12. فإذا الخلافة تكون لمن؟ 12. أي روايات كثيرة، روايات كثيرة، يعني يدعى أن هذه الروايات التي حددت 12 إماما روايات متواترة. شلون يعني متواترة؟ يعني بلغت حد التواتر من مجموعها يفيد العلم. فما نجي نحتاج نناقش في كل رواية ضعيفة وصحيحة، هذه ما يجي فيها إن النقاش في صحة الروايات وضعفها في الخبر الواحد، زين، في الخبر الواحد. أما في الخبر المتواتر غلط، ما أناقش في صحتها. ليش؟ لأن الخبر المتواتر يحصل العلم من مجموعه، والعلم حجة، العلم حجة، كل من يحصل له العلم فعلمه حجة عليه. شلون؟ أنا أجيب لك مثال. إذا جو الآن 100 شخص، جو لك 100 شخص، كل واحد يقول ترى أنا ما طلعت من البلدة الفلانية إلا المطر نازل فيها. 100 شخص جلك، يحصل لك العلم من هذه الأخبار كلها لو ما يحصل لك؟ 100 جاءوا لك 100 قالوا احنا ما طلعنا من البلدة الفلان وفلان وفلان وفلان، كلهم كل واحد قال ما طلعت من البلد الفلانية إلا المطر مبلل ثيابي. يحصل لك العلم بنزول المطر في البلدة الفلانية لو ما يحصل؟ يحصل العلم، مع أن منهم الضعيف، منهم الثقة، منهم غيره، إحنا ما يعتمد عليه، عدل لا؟ ولكن كل خبر بحساب الاحتمالات، كما يقول الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقات، كل خبر لنسبة احتمالية. أي طبعا في الرياضيات مذكورة نسبة الاحتمال، نسبة حساب الاحتمالات، وهذا يعبر عنه عند قدماء علمائنا في الأصول بتراكم الاحتمالات. كل خبر إلى نسبة صحة ونسبة شنو؟ ونسبة كذب. ولكن نسبة الصحة لما تضيفها إلى بعضها البعض تتراكم تتراكم، فيتولد العلم من شنو؟ من المجموع. أنت لو يجي لك 100 واحد ويخبرك بنزول المطر تشك بعد لو عندك علم؟ سمونه شياع، سمونه تواتر، تواتر. صار عندك علم، فالحجة في العلم حينئذ. المدعى أن روايات 12 معنا فيها روايات صحيحة السند، معتبرة السند، حتى لو أحد يجي مناقش في بعضها لا يضرنا، لأن حينئذ إحنا نستدل بالمجموع، مجموع الروايات يورث العلم، والعلم حجة حينئذ. إذا أنا عندي علم بأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله 12 إماما، عدد لو مو عدد، هذا عدد، العدد يا إخوان إليه مفهوم، العدد إليه شنو؟ مفهوم. تارة مفهوم العدد، يعني تارة مفهوم العدد من جهة النقيصة، وتارة بعض الأعداد بقرينة المقام من جهة الكثرة، يعني تمنع النقيصة، وتارة تمنع الكثرة، وتارة تمنع النقيصة والكثرة، يعني الزيادة والنقيصة. أجيب لك مثال، وهذا طبعا يختلف بحسب قرائن شنو؟ السياقية. الآن لما أجي أقول له الآن شنو تفهمون لما الأب يجي لولده يقول له يا بني أنت بتطلع في الليل، عدل؟ بتطلع في الليل الساعة 10 أمبيك في البيت، الساعة 10 أمبيك في البيت، وش يفهم من الولد؟
أن التحديد من جهة الزيادة لو من جهة النقيصة. من جهة الزيادة عدلة، يعني لو قال بجي 9 خير وبركة، بجي 8 خير وبركة. القرائن السياقية تقول له يعني لا تزيد على 10، حدك إلى 10، تجي 10، زيادة على 10 ما في، بتجي من وقت ما يخالف. عدلة ولا بتجي من وقت ما يخالف، هذا يسمونه تحديد عدد، ولكنه تحديد من جهة بس الزيادة مو النقيصة. فإلدى العدد إليه مفهوم أنه ينفي الزيادة، ولكن لا ينفي شنو؟ النقيصة. الثانية أن التحديد في العدد يكون من جهة النقيصة مو من جهة الزيادة، بس من جهة النقيصة. مثلا أجي أقول لك شوف يا فلان يا ولدي، الحين في كتابة الوصية، في الوصية كتب الموصي كتب وصيته، أو مثلا الأب يوصي ولده، يا ولدي ترى يا ولدي صدق عني في كل ليلة جمعة دينار واحد، دينار واحد صدق عني، لا تخليني كذي كل ليلة جمعة طلع عني دينار واحد. هذا تحديد من جهة النقيصة أو من جهة الزيادة؟ نقيصة. لو قال ولد بطلع عنا دينارين، خير وبركة، 3 دنانير خير وبركة، هذا يسمونه تحديد من جهة شنو؟ النقيصة، ولكنه من جهة الكثرة مو محددة. هذا 2. الثالث العدد، التحديد من جهة النقيصة ومن جهة الزيادة، لا تزيد ولا تنقص. مثاله صلاة الصبح ركعتان، حدد ولا يقدر واحد يصلي ركعة واحدة؟ يقدر يصلي 3 ركعات وحكوا ركعتين، أنا خير وبركة بضيف عليها ركعة واحدة بعد، يقول لي لا، هذا العدد تحديد من جهة الزيادة ومن جهة شنو؟ النقيصة. فليس لك أن تزيد وليس لك أن تنقص. انجي إلى روايات 12، روايات 12 خليفة، هذا تحديد من جهة الزيادة وتحديد من جهة شنو؟ النقيصة. يعني لا ينقص عددهم عن 12 ولا يزيد عددهم على 12. هاي روايات معتبرة، نفهم منها نفي كل من يدعي الإمامة بعد إمامة المهدي عجل الله تعالى له الفرج. أحمد بن الحسن يدعي الإمامة لو ما يدعي؟ يدعي الإمامة. الإمام 13 يقول لي يا أبا هذه الروايات كلها تبطل دعواك، حددت لأن 12 إمام، إذن لا يزيدون ولا ينقص. ما أقدر أنا آمن هذا، هاي كلها كذب وافتراء، ما أقدر آمن بشيء أصلا. واضح ولا لا؟ أن عندي الروايات محتومة، 12 إمام خلاص، متواترة الروايات. لا تقول لي بجيب لي دليل، ما خلاص ما أحتاج إلى مناقشة وياك بعد. ليش؟ لأن الروايات حتمت علي أن الأئمة 12 لا يزيدون ولا ينقصون. هاي من شيء. خلص الوقت. 5 دقائق ناخذ. الآن هذه الرواية واضحة. ثم تعال، هذه الرواية يتيمة وضعيفة. شلون هاي الرواية متواترة؟ نثبت إمامه برواية يتيمة وضعيفة. ما هو الإمامة من أصول الدين؟ وأصول الدين اشترط فيها شنو؟ العلم. إذا ما عندك علم ما ممكن تثبت. الإمام ما يثبت كلامه، ما تثبت إمامته إلا بالمعجزة. واضح لا؟ يخبر بما في الغيب، يكون كذا وكذا بالمعجزة أو بالنص. الإمام ينص على الإمام، ولكن إذا واحد ما وقف على النص يمكن أن يثبت إمامته بشنو؟ بالمعجزة. اجي ثبت لي إمامه برواية ضعيفة السند، لا تورث علما ولا ظنا ولا احتمالا أيضا، لأنها رواية تصير شنو؟ لا تدل على هذا المعنى أصلا. هاي واحد.
ثانيا تعال إلى نفس الرواية، وإحنا عرب ونفتهم من الرواية عربية، بعده رواية ما جاء يتكلم بالفارس الإمام بالعربية. شنو يقول الإمام؟ يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون بعدي 12 إماما هاديا مهديا. له وصفان، هادي في نفسه زين، ومهدي يعني يهتدي بهديه، بينما ويكون بعدهم 12 مهديا. مهدي مو هادي. صار إذن الاثنى عشر الأوليين يختلفون عن الاثنى عشر الثانيين. الاثنى عشر الأولين هادين مهديين اللي هو الأئمة عليهم السلام، عدل؟ الاثنى عشر اللي بعدهم مو هادين، مهديين يهتدون بهدي الحج عجل الله تعالى له الفرج. وهذا دليل على أنهم مو أئمة، إنما هم ولاة عهد للإمام المنتظر يكونون بعده. يمتد يعني دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج زين، تمتد في ظهوره ويحكم في الأرض 309 من السنين زين. بعد أن يحكم يقتل، بعد أن يقتل يقوم تمتد دولته أيضا، بعد قتله تمتد دولته ها في كم؟ في 12 مهدي يهتدي بهدي القائم عجل الله تعالى يحكمون في الأرض. هذين الاثنى عشر هم اللي ورد عنهم في الصلوات، اللهم صل عليه وعلى آبائه وعلى ذريته وعلى الأئمة من بعده، الأئمة المهديين مو الأئمة شنو؟ الهاديين، لأن المهدي يطلق عليه إمام بعد أيضا، له سميه إمام. الأئمة المهديين زين يهتدون بهدي الحج عجل الله تعالى. إذن الرواية أصلا دلالتها ما تدل على مطلوبهم أنه عندنا 24 إمام، عندنا يا بهادين مهديين، هذا أئمتنا 12 إماما، و12 إمام شنو؟ مو هادين، لا لا، الرواية تقول مهديين يعني يهتدون بهدي الحج عجل، وهم ولاة عهده الذين يكونون بعد دولته، تمتد دولته ويحكم شنو؟ 12 مهديا يهتدي بهدي الحجة عجل الله تعالى. إذن هذه الدعوة شنو؟ ساقطة، لا مجال للإيمان بها. زين، بقي أيضا الكلام في شنو قلنا؟ بقي في دعوة أنه له شامة في كتفه العزة. بابا من قال أن الشامة علامة الأنبياء والأوصياء؟ من قال هذا؟ وقد يكون في رواية ضعيفة أو لا. زين، ما الأمن ثبت هذا؟ كل إمام فله، كل نبي أو كل إمام فله شامة سوداء في كتفه العزة، واضح لنا؟ ثالثا يا إخوان، من قال أن أحمد من ولد الحجة؟ من قال؟ عادي تفيت لها مطلب دقيق. اولا الحجة ليه اولاد في زمان الغيبة لو ما ليه اولاد؟ اولا الحجة عنده زوجة في زمان الغيبة الكبرى لو ما عنده زوجة؟ هو متزوج لو غير متزوج؟ المحدث النوري رحمة الله عليه، محدث النوري في كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الغائب 3 مجلدات مطبوعة، في المجلد 12 بعد أن أتى بقصة أولاد جزائر الإمام صاحب الزمان، قال هذه فيها شبهتان. قال الشبهة الأولى من تكلم أن الإمام الحج عنده ولد وما عنده ولد، يقول الإمام أو محدث النوري
محدث النوري يقول بأن ما يصير الإمام ما عنده زوجه، ما يصير. يقول نستفيد من أدلة النكاح سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هالتشديد في الشريعة على النكاح ها، والحج أولى بتطبيق شريعة شنو جده. شلون ما يصير عنده زوجه؟ عنده زوجه. يقول دليله عرفنا الحين ها. ثم قال وقيل في مصباح الكفعمي، تراجعون كتاب مصباح الكفعمي، أن له زوجة من بنات أبي لهب. من بنات أبي لهب شو شو ها ها ايه من بنات أبي لهب. هم يجيبون مصباح الكفعمي. زين، هذه أيها المحدث النوري، هذا دليلك ضعيف جدا يا محدثنا، دليلك ضعيف جدا. ليش؟ لأن في فرق بين الإنسان الذي يترك النكاح عن رغبة منه، الله ناعم عليه بفلوس وكذا بس ما يبغى يتزوج، متعقد من النسوان ما يبغى يتزوج، فيترك النكاح رغبة منه. هذا اللي تشير إلى الروايات النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن الشيء يعني تركه وهو قادر عليه، تركه وهو قادر عليه ويرى أن تركه هو المحبوب عنده. بينما الإنسان الذي يترك النكاح للضرورة تنطبق عليه الأحاديث يا جماعة، ما يصير، ما تنطبق عليه. شلون غابت هذه الفكرة على المحدث النوري رحمة الله عليه؟ الروايات ما ذمت تارك النكاح مطلقا، الروايات ذمت تارك النكاح رغبة منه، أما تارك النكاح لضرورة قطعا ما يشمل هذا النهي. أدل ولا؟ يعني مثلا لو واحد مسجون 25 سنة، إذا عمره 30 سنة وما نكح ومسجون محكوم عليه 25 سنة وطال لك 55 سنة، هذا يقولون ليه ترك النكاح؟ ومن ترك النكاح فليس مني، ما يتنطبق عليه هذا، لأن هذا ترك النكاح لشنو؟ لضرورة. والرواية يقول من رغب عن النكاح فليس مني، النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، مو من تركها لأجل ضرورة. ما يسمونه عدل ولا؟ الآن احنا نسأل أن الإمام الحجة ترك النكاح رغبة منه، لو أنه لضرورة حتى لا ينكشف أمره، حتى لا يفضح سره، حتى لا يطلع عليه أحد على مكانه، عدل ولا؟ فتركه لضرورة لو رغبة منه تركه لضرورة. زين، فإذا هذا ما 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 تشمل نواهي شنو؟ نواهي ترك النكاح. أنا لا أجزم، أنا لا أجزم بأن أقول أن الإمام الحجة ما عنده زوجة، يعني ما أجزم 100%، لكن ما أقول أن عنده زوجة 100%، لا هذا ولا هذا. بعبارة ثانية علمية، أن الإمام الحجة لم يثبت عنده زوجة، مو ثابت عنده زوجة أو عنده أمه مثلا حتى يحصل منها الولد، لم يثبت. واضح كلمة شوي؟ واضح أنه لم يثبت. ثانيا، هذا القول الموجود في مصباح الكفعمي هذا قول، وكم من الأقوال قول، هذا القول لا يعرف قائله، لا يعرف كذا، لا يعرف هذا، عدل ولا؟ لا يوجب علما ولا ظنا، عدل ولا؟ وبالتالي لم يثبت أن الإمام الحج عنده زوجة أو أمه حتى يكون عنده شنو؟ ولدون. نجي لآخر مناقشة حتى ما أطيل عليكم. ثم المحدث النوري رحمة الله عليه يقول أنه هذه القصة كذا تتناول
وقد غاب عن فلان وكذا. أنا الكتاب كان عندي موجود في السيارة كتاب هالجزان. يقول ها غير اللي ينفي الولد عن الإمام الحجاج مو مطلع على الأخبار. المطلع على الأخبار يقول بأن الحجة له ولد له ولد. كم عندك من خبر؟ قال عندي 12 خبر 12 خبر. وتأتي إلى هذه الأخبار يا مولانا كلها زين، بعضها صحيحة السند وبعضها قصص وحكايات، قصص وحكايات. يعني لا تورث 12 خبر كم إذا هو قصص وحكايات؟ وش نسبة الصدق فيها؟ نسبة شنو؟ ضعيفة. لا تورث علما ولا تورث شنو؟ ظنا، مضافا إلى أن دلالتها ضعيفة أصلا. مثلا نجيب لك رواية، في رواية صحيحة السند، صحيحة السند زين، رواها الشيخ هادي، صلوا على محمد وآل محمد. ثانية رحمة الله. هذه الرواية موجودة في كتاب الغيبة النعمة، بس أنا ما مطلعينها. هذه الرواية، هذه الرواية معتبرة السند، رواها الشيخ في كتاب الغيبة زين، وتكون له غيبتان، غيبة قصيرة وغيبة طويلة زين. يمكن أنا أعط عليها بعد هذا غيبة طويلة وغيبة قصيرة. أكيد طلعها. هذه الرواية عن المفضل بن عمر الجعفي، كلام شوي يعني سندها لا بأس به. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات، طويلة غيبة، وبعضهم يقول قتل، وبعضهم يقول ذهب، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع. هذه نفسها الرواية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. قلنا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي متأخر عن النعمان زين. هناك الشيخ الطوسي اللي رواها المحدث النوري عن كتاب الشيخ الطوسي، لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. الشيخ النوري يقول لا طلع عليه أحد من ولده ولا غيره. إذا صار عنده ولد وما عنده ولد، هي نسبة الرواية زين. هذه رواية ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. الجواب تركنا المناقشة السندية، لكن فيها مناقشة دلالية. هذه رواية محرفة، هي مي من ولده، من ولي ولا غيره. لما ترجع زين صار مطلب واضح ولا لا؟ لأن الشيخ الطوسي هم يرويها بنفس الطريق اللي يرويها الشيخ النعماني، فهذه رواية واحدة مو متعددة، يرويها بنفس الطريق اللي يرويها الشيخ شنو؟ النعماني. شوف كتاب الشيخ النعماني شنو يقول فيه، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره. الشيخ الطوسي قال من ولده، رواية محرفة
محرفة من النساخ واضح ولا لا؟ غلطة. من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره وهو الله تبارك وتعالى. هذا يطلع عليه. إذن صارت الرواية ما تقول من ولده، من ولي، يعني لا مواليه يعرفون مكانه ولا أعداؤه يعرفون مكانه. هذه الرواية محرفة، إذن هذه ساقطة. بعدين استدل هو بالصلوات اللهم صل على الحجة وعلى ولده. يا شيخنا ولده أو ذريته، كثير فيها ذريته، قال ذريته يعني أولاده، أولاد أولاده، أي ذرية يخالف أولاد أولاده، لكن مو معلوم موجودين في زمان الغيبة الكبرى، سيولد له في زمان الغيب بعد زمان بعد ظهوره، بعد ظهوره يحكم 399 سنين، يعني يتزوج يكبرون أولاده، هذيل ولا ها في مجال يكبرون أولاده وكذا 309 سنين. إذن ليس في الصلوات دلالة على أن أولاده موجودين الآن، لا، سيولد له بعد ظهوره عجل الله تعالى له الفرج. إنزين هاي بعد. بعدين هو استدل بقصة الجزيرة الخضراء، قصة الجزيرة الخضراء وقصة الجزيرة أولاد صاحب الزمان، جزيرتين أدنين، واضح لنا؟ جزيرتين أولا وبعدين، هاي دليل جاب، وبعدين دليل ذكر أنه متزوج من مصباح الكفعمي، أنه له زوجة من بنات أبي لهب. أولا أيها المحدث النوري، جزيرة الخضراء شلون هاي؟ جزيرة الخضراء هاي قصة واقعية لو حكاية. قريتون جزيرة الخضراء عنه لو ما قريتون؟ إيه كتاب في الجزيرة الخضراء، شو يربطونه بمثلث برمودا من كذا هذا؟ يا ما هاي قصة الجزيرة الخضراء قصة موضوعة، موضوعة حكايات، مثل حكاية ألف ليلة وليلة. هاي ألف ليلة وليلة واقعية، حكايات، قصص وحكايات، لأن هذه قصة الجزيرة الخضراء راويها في كتابه، زين، في كتابه يرويها عن الوزير، الوزير نسيت الآن اسمه، الوزير فلان، الوزير يا مولانا، الوزير بعد 200 سنة يجي من مؤلف الكتاب. لا زين، شلون يصير مؤلف الكتاب ناقل عن الوزير هذه القصة؟ شلون يصير؟ إنما شلون هذا كتاب، شوف الآن مثلا كتاب أحد الرواة، عدل ولا؟ هاي كتابه، نسيت عن كتابه، نفس اللي ناقل الجزيرة الخضراء، كتاب كان في عن الأئمة يعني، والظاهر أنه عن المواها، كتاب التعازي، كتاب التعازي. يعني شلون التعازي؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شلون عز، قال مثلا عندما استشهد الحمزة شلون عز بأي كلام، جايبه روايات كلها في التعازي إلى الإمام المهدي. بعدين في كتاب التعازي زين موجودة دي القصة عن الوزير محطوطة. زين شلون الوزير يجي عقب مؤلف الكتاب بمئتين سنة؟ الوزير اللي يروي القصة دي قصة الجزيرة الخضراء، يقول الوزير طلعنا على البحر الأبيض ومشينا في البحر، رحنا إلى جزيرة خضراء حلوة كذا، ها، وهذه قالوا جزيرة أولاد صاحب الزمان، التقينا بفلان وفلان وفلان. زين هذه الفرق بين الوزير اللي راح إلى الجزيرة الخضراء على البحر المتوسط يقول طلع، وبين مؤلف كتاب التعازي 200 سنة. يعني دليل على أنه مو كاتبينها يا جماعة، لأن البعض اشتبه من علمانا أنه نسبها إلى صاحب كتاب التعازي،
زين، فلما تجد الفرق بينهما في التاريخ تعرف أن هذا مو من كتاب التعازي. لكن شلون جت إلى كتاب التعازي؟ الجواب بسيط، أن كتاب التعازي كتبوها في الأخير وياه. شلون؟ لأن كان أول كتب، كان شفتم مثلا كتاب الأول، مثلا كتاب الكتب الصغيرة يخلونها ويا الكتب الكبيرة، يقولون في كتاب واحد يكتبون عليه عنوان. فالظاهر أنه يعني بعض النسخ كتبها ويا الكتاب، فقام البعض نسب هذه القصة إلى صاحب الكتاب. شيخنا العزيز، هاي يسمونها رواية الجزيرة الخضراء. رواية الجزيرة الخضراء يا مولانا حكاية لا ليس فيها دلالة على الصدق. يقول أن التقوا يا أولاد صاحب الزمان، بعبارة ثانية لم يثبت لصاحب الزمان له ولد في زمان الغيبة الكبرى. وإذا ما له ولد شلون تدعي أنت من أولاده؟ أصلا ولد ما إليه فيه، بس لم يثبت أن له ولد في زمان الغيبة الكبرى. فإذا ما له ولد في زمان الغيبة الكبرى شلون تدعي أن أنت من أولاده؟ دعواك باطلة. هاي واحد. في دعوة هناك بأن الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج بعد الغيبة الكبرى في سامراء، ابتدت من السرداب، بعد غيبته طلع إلى مصر وتزوج بامرأة مصرية وأنجب منها أولادا. يقول الدعوة أنجب منها أولادا، وهذه الأولاد استمرت الذرية إلى يومك هذا. أي دعوة. ولذلك ترى أكثر المصريين، كثير من المصريين متأثرين بهذه الدعوة، دعوة أحمد بن الحسن اليماني، إن ليه طلع وراح إلى مصر وتزوج بامرأة مصرية وأنجب منها أولادا، ثم هي عند وفاتها، عند وفاتها قالت ترى زوجي هذا هو صاحب العصر والزمان، وهذا لين الأولاد أولاده، وتوفت. ومن دي الأولاد جابوا أولاد وذرية، وطلع منهم أيضا علماء موجود، بعض ينقل هكذا أن في علماء في الإجازات أيضا موجود منهم. فهذه شلون هذه؟ شلون تعاملوا يا هدي؟ الجواب، أولا إحنا لا هذه ادعت بأن زوجها صاحب العصر والزمان، هذا أولا دعوة لم تثبت على عيننا ورأسنا، عدلها دعوة لم تثبت. شلون؟ لأن الروايات الواردة، أنا الرواية اللي قريناها تكون في الغيبة الكبرى، ها؟ لا يطلع عليه أحد من ولي ولا غيره. شلون هذه تعرفه؟ هذه الرواية تكذب هذه الدعوة لو ما تكذب هذه الدعوة؟ عين تونا قاري الرواية صحيحة السند، لا يطلع عليه أحد من ولي ولا غيره. هذه الزوجة يا بتقول تعرفه أنه محمد بن الحسن صاحب العصر والزمان، وقالت لأولادها عقب وفاتها ترى هذا هو صاحب العصر والزمان، هذه الرواية تكذب هذا الأمر. ثم يا مولانا ألا تحتمل تشابه الأسماء؟ تشابه الأسماء محتملة ولا لا؟ يعني سيد زوجها سيد سيد أدل ولا من السادة اسمه محمد بن الحسن، فصار اسمه يشابه اسم صاحب العصر والزمان، عدل ولا؟ وتزوج هناك، ما احنا ما ننكر مثلا ان هذه الذرية من السادة ينتهي نسبهم الى محمد بن الحسن، الى السيد محمد بن الحسن، لكن من قال هو صاحب الزمان؟ من المحتمل انه متشابه وياه
في الاسم. الآن مثلا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام شون ما راح إلى الحي وتزوج من الحي وكانوا ما يعرفونه أدلوا لا. فلما دنت منه الوفاة قال روحوا إلى المدينة كذا كان أنا فلان من فلان من لأن كانت السادة مضطهدة أدلوا لا. فمن المحتمل أن بعض السادة ذهب إلى مصر واسمه محمد بن الحسن أدلوا لا. محمد بن الحسن وقال كتمي على أمري كتمي على أمري أنا اسمي محمد كتمي على. فلما دنت منها الوفاة قالت هذا زوجي ترى محمد بن الحسن. هذا التشابه في الأسماء بس ما يدل على أن زوجها هو صاحب العصر والزمان. الروايات تكذب هذا الأمر. لا يطلع علي أحد من ولي ولا غيره. إذن هذا ما ممكن الإيمان به. وإحنا ما ننفي أن هذا هؤلاء سادة 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 ولكن شنو تشابه في الأسماء. محمد بن الآن مثلا مثل ابن طاووس رحمة الله عليه اسمه علي ابن موسى ابن جعفر يتشابه ويا اسم الإمام علي ابن موسى الرضا عليه السلام. فلذلك في رسالة كان البعض يقول كتاب الصراحة ما لها الكتاب يقول ما ندري هو لابن طاووس ولا الإمام الرضا معنا سبب الإمام في التشابه في الأسماء. هذا أيضا تشابه في الأسماء وبالتالي لم يثبت هذا الأمر الذي ذكرناه ولم يثبت له ولد في زمان الغيبة والله العالم بحقائق الأحوال. نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة التي طرح فيها الدعوة المهدوية بعد الغيبة الكبرى وطبعا أبرز الدعوة الموجودة حاليا هي دعوة أحمد بن الحسن اليماني والتي هي في العراق وتم تفنيد جميع ما تم طرحه من أنه أحد أبناء الإمام المهدي وأنهم 24 إماما. نأخذ مداخلة واحدة وننهي. كان مالك موجود بس الطاهر مشى في ظروف والدة. في أحد عنده مداخلة؟ سماحة الشيخ الحين هذا أحمد بن الحسن اليماني إنه من اليمن فحن في البصرة كيف يدعي إنه يصير أصلا يماني ومهاجر إلى البصرة ما يضر لكن قول شلون أخذ لقب اليماني لعله شلون في تناقض أخذ لقب اليماني لعله اقتداء براية اليماني اللي هي من الدولة الممهدة لظهور المهدي عجل الله تعالى. يا ما إذا أنت تبى تمهد لظهور المهدي شو يصير إمام ثم أنك يا أنت تدعي الإمامة ثم أن الإمامة ما تصير في زمان الحجة. الإمامة إذا تبى تدعيها تصير عقب زمان الحجة ما يصير في زمان واحد إمامان. هذا يلزم منه التناقض ما يصير لا يجتمع إمامان في زمان واحد. حتى الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهم كانت الإمامة للإمام الحسن ولم تكن الإمامة الفعلية للإمام الحسين. ولذلك لما جاءوا استشاروا على الإمام الحسين قال اطلع وكذا ها عقم الهدنة قال لهم لا الإمام هو الحسن ارجعوا إليه. الإمامة الفعلية ما ستجتمع الاثنين. فأنت إذا كان تدعي الإمامة الفعلية أدل ولا والإمام الحجة موجود شلون ما يصير. ثم أن الرواية اللي ذكرناها تقول من بعده الآن إمام الحجة موجود يعني ما في مجال لدعوة الإمامة أصلا. وهو أخذ لعله لقب اليماني ربما أنه ها لقب اليماني يعني على أساس يصير من الدولة الممهدة من راية اليماني اليمن اللي تطلع من اليمن. لأن الدولة الممهدة للإمام المنتظر رايتان راية الخراسانية والراية اليمانية
نشكر لعله كذي ما يربطها بالرأي الممهدة. نشكر سماحة الشيخ على هذا الطرح الذي تم طرحه في هذه الليلة، طرح خطير جدا يمس عقائد التشيع، يلزمنا في عوائلنا في أنفسنا أن نتثقف، أن نطلع، أن نبحث، أن نسأل، أن يكون هذا البحث بحثا دقيقا عميقا، درسا، مطالعة، بحثا بجميع أصوله، لكي تكون عقائدنا عقائد سليمة، ويكون إن شاء الله مآلنا في الآخرة إلى آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.